بين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائس. كما كتشاهدوا شارع المنطقة الصناعية عامر بالحفاري، ومعاناة اليومية ديال السائقين. الصورة للأسف أبلغ عن أي تعليق. الشارع ديال المنطقة الصناعية تقريبا كامل عامر بالحفاري. غياب تام الجهات المسؤولة ومعاناة يومية للسائقين، خاصة أن هذا الشارع تعتبر من الشوارع الرئيسية بالمدينة. بس كنت تشاهدوا الشارع كامل محفر. كما كتشاهدوا الشارع كامل محفر للأسف الشديد. الصورة للأسف الشديد أبلغ عن أي تعليق. شارع منطقة صناعية اللي جوا شارع حركي وحيوي. الطريق كامل للأسف كامل محفرة. Thank you.